فترة شبابها حبيبة مسيكة تعرفت بالأساس على الياهو ميموني، وتعرفت على العديد من الأثرياء، وصار تنافس بين هؤلاء أنهم هما شكون يدللها أكثر أو من يغدق عليها أكثر. وكان الياهو ميموني التستوري كان أكثرهم إغداقاً. من مظاهر هذا الإغداق أنه أهدى إليها منزلاً فخماً أو قصراً صغيراً في مدينة تستور، مدينة تستور اللي هي قرية أندلسية صغيرة ربما لا تحتمل هذا المظهر في ذلك الزمن، قصر يبنى خصيصاً لحبيبة أحد الأثرياء التستوريين. من بين الناس اللي طلبوا ودها وبناها القصر هذا من أجلها اللي نحن فيه، اللي هو الياهو دافيد ميموني، هذا أحد أثرياء اليهود بتستور، بناء القصر لحبيبة مسيكة على أساس شرط زواج منها. كيرات هذا الغرام والمال بيع والمصروف الرجل يصرف بصفة غريبة، فيقولوا بعض المؤرخين أن طمعته بالزواج، أو هو طمع ظن أنها قابلة أنها تتزوج منه، وحتى أنه يقولوا أن وعدته بأن تتخلى عن العالم الفن وتشد الدار، وعدته أن تنجم تروح معها لتستور، لكن مش تروح معها لتستور إذا ما كان لايق بمقامها. وهنا مش يبدأ يبني في الدار العظيمة، الدار اللي هي تشرطت فيها، عمل لي جليز انت وجيبوا لي من اسبانيا، عمل لي الرخام ونحبه من ايطاليا، نحب حسيله، وهي تطلق تتشرط وهو يقول الله يبارك، ونحب سالون كبيره مش نعمل استقبالات. حاول يستجيب لطلباتها رغم اللي ساعات طلبات غريبه شويه، وما ننساوش اللي في تستور رغم جماليه المدينه وثرائها الثقافي وثرائها المعماري، لكن الدار هذه كانت متميزه وهي لا تزال متميزة، لأن البذخ اللي صار فيها حتى في مدن أخرى حتى في العاصمة بيدها ينجم يكون يضاهي قصور العاصمة.